أيضا تسأل عن عبارة اتقي شر من أحسنت إليه، هذا من الكلام الدارج على الألسنة ولا أصل له، لأن الإنسان لا يترك الإحسان إلى الناس خشية أن يؤذوه، بل يحسن إليهم، والله جل وعلا أمر بالإحسان حتى في حق من أساء إليهم، أمر الله سبحانه وتعالى بمقابلة السيئة بالحسنة، قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فالإحسان خير كله ويجلب المودة بين الناس ويزيل الأحقاد، فهو بالعكس مما يقال اتق شر من أحسنت إليه. نعم.